شهد مركز الشيخ زايد الحفل الختامي السنوي لسفراء الأزهر الذي تنظمه المنظمة العالمية لخريج الأزهر. وأكد المشاركون أن المنظمة قدمت العديد من مختلف البرامج التدريبية للخريجين والطلبة والأساتذة في مجالات التسويق وإدارة المشاريع والأبحاث الزراعية وكل ما يخص الشباب لتأهيلهم لسوق العمل وبأسعار رمزية. احنا هنا النهاردة عندنا الحفل الختامي السنوي لأنشطة مشروع سفراء الأزهر، والسنة دي الحمد لله يعني قدرنا ندرب 10,000 طالب وخريج أزهري وعضو هيئة التدريس على العديد من البرامج الحياتية والوظيفية التي تؤهلهم لسوق العمل، ويعني تجعلهم طلاب متميزين ومتفردين عن غيرهم. اتشرف النهاردة الحقيقة بنشارك منظمة العالمية لخريج الأزهر في احتفالها السنوي لختام الأنشطة والفعاليات بتاعتها. الحقيقة احنا بنتعاون مع المنظمة العالمية لخريج الأزهر، خاصة برنامج سفراء الأزهر من سنة 2019. عملنا فعاليات كتيرة جدا، منها فعاليات تخص المركز الثقافي الفرنسيسكاني، سواء اشتغلنا اكتر من ندوة واكتر من فعالية على مدار السنين اللي فاتت. شغالين معهم تدريبات للطلاب والخريجين واساتذة الجامعات على برامج التحول الرقمي من خلال مبادرة طور وغير ملك وزارة الشباب والرياضة بتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر، مبادرة على تمكين الشباب على التحول الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. احنا بنساعد على تصحيح المفاهيم لدى الطلاب والخريجين وتمكينهم تكنولوجيا واقتصاديا.